طب ايه هي انواع الحب؟ احنا كنا اتكلمنا عن انواع الحب من الناحيه اللغويه ماشي قبل كده، عارفه الفيديو عامل كام، لكن احنا هنتكلم النهارده على انواع الحب اللي منها الحب الشبقي او الجسدي مثلا. ده حب دايم، ده حب فاني. حب الجسد حب فين عشان بس وده حب جسدها. الجسد بتغير ملامحه، بتكبر في السن ما عارفش بيحصل ايه، هو ما شاء الله بالله رب كرش وبيقرع وهي مش عارفه بيحصل لها ايه وبتحمل ولاده وفي تغيرات. فراح فين الجسد اللي انت بتحبه؟ ده مش حب بقي، حب فاني، والحب ده حب غير مستقر. زي زوج كل شويه يقول لزوجته، ودي حاله حقيقيه حصلت وانا بحكي عنها، ودي حاله حقيقيه موجوده، روحي اعملي عمليات تجميل، روحي اعملي ما اعرفش ايه، روحي صغري ايه، روحي كبري ايه، روحي شدي ايه، اعملي وارجعي شباب زي ما انت. ولما الزوجه تعبت فعلا تقول تعبت من كتر العمليات، ما عندناش مشاكل في الماديه في العمليات لكن انا تعبت من كتر العمليات، يروح تقول لي كل شهر يروح يتجوز جوازه ويطلق. ما هو ما فيش حاجه هتكفيه، لان هو بيحب ايه؟ جسد. راح الجسد ما له متطلبات يا جماعه، يعني ما في جواز وخلفه واولاد بعد كده. حب الجسد ده حب فاني ما قالوش اي 30 لازم. طيب نوع التاني اللي هو بيسموه الحب العملي او الحب القائم على المنطق والواجب وتوفيق الامور، يعني بيبقى قائم كمان على المصالح بين الناس. ده النوع ده موجود، كان موجود زمان، يعني ده تنفع لدي العيله، دي ينفع تتجوز من دي، لا لازم هنا، يعني بينفع زمان. دلوقتي برضو موجود زي في جواز الصالونات او الماسونات زي ما بيسموه، وكتير جدا بنشوف يقول لك لا ده حب الكلام ده من العصر القديم، ده مش مودرن، ده مش عارفه ايه. على عكس مثلا الحب الرومانسي والحب من اول نظره والتوأم الروح اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، ارجعوا الحلقات دي. بس موجود في زيجات مثلا شخصيات السياسيين، الامراء، ما اعرفش البيوت، العائلات اللي لها نسب معين وتجارات معينه، موجود. بيبقى اغلبه قائم على المصلحه وتحكيم المنطق والعقل الى حد ما. في نوع بقى اللي هو حب العقل، مش العقل بتاع اللي فات، حب تفكير عقل اللي قدامي، انا حابب طريقه التفكير اللي قدامي، حب الفيليا بيقولوا عليه، حب ان انا حابب اصلا طريقه تفكيرك، طريقه كلامك، طريقه تناولك للمواضيع، طريقه حلك للمواضيع، طريقه تحليلك للمواضيع. وهو كمان لما الراجل يحب في الست حاجه زي كده. بصوا هو لحد ما امان شويه يا بنات، ركزوا معايا، ركزوا عشان تشوفي انت انهي وضع من القصه دي. أمان شوية، لأن في نوع من الأنواع والعقل، في حد مفكر في الموضوع، يعني ما في حد مفكر نضمن أن في حد عاقل هيصلح العلاقة، لكن برضو مش ده الحلو، يعني مش ده الحلو. نوع كمان من أنواع، وده النوع الرابع، حب الروح. أنا بحب روحك لشخصيتك لفطرتك لتصرفاتك الحقيقية، أنت كشخص، قلبك رد فعلك. فحب الروح لروحها لذاتها، بحب منى لمنى، بحب أحمد لأحمد ذاته، مش الحاجات اللي حواليه، مش البوزيشن، مش الكارير، مش العيلة، مش لا، روحه حلوة. حتى تقول لك ده روحها حلو. خامس نوع الحب العابر اللي بيسموه اللي هو اللودس، وده اي كلام ما شاء الله عليه، ده اللي موجود دلوقتي عايز اقول لكم، وده اللي منتشر على كل حاجه، على كل الابس دلوقتي، وده اللي ده تسليه يا بنات، سامعين اللي انا بقوله؟ ده حب تسليه، حب العابر ده مش بتبني عليه حاجه، بس حب ممتع، ممتع جدا، يا سلام بقى نهزر ونتسلى، بس ما بيكملش، نشيت نهزر نتسلى، لكن يكمل جواز يبقى فيه التزام ابدا، على السلامه، مش احنا والله. وده طبعا يعني اكتر ما بيتاذى فيه قلب البنت اللي تعرضت لحاجه زي كده. في كمان سادس نوع من انواع الحب اللي هو الحب العائلي. هو بيبتدي حب رومانسي تمام، لكن بعد كده ما بتتكون عيله، وده جميل جدا على فكره، حب مستقر، ببتدي احب العيله كعيله، بحبكم كعيله، بحب البيت والاولاد وانت كزوجه وهو كزوج، عارفين ايه، كوليكشن كده مع بعض ما ينفعش ينفصل، وده شيء طيب، شيء طيب لانه بيبقى مستقر الى حد ما. في نوع اخير اللي هو النوع السابع، نوع اللي هو حب الذات، في منه ايجابي وفي منه سلبي. الايجابي انك بتحب نفسك تمام، فبتحب لها الخير، فتحب الخير لكل اللي حواليك، ويجي منه حب الكون بقى وحب الطبيعه، حب كل اللي حواليك، حب العطاء، حلو حلو، انا بحب نفسي وبحب ان تبقى نفسي سليمه وبتحب ربنا في الامان، داخله جنه، بتعمل طاعات، بتحب الكون، بتحب اللي حواليها، بتحب اللي حلو حلو اللي بتفيد طاقه الحب عليها وعلى اللي حواليها. وفي منه السلبي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، صعب التعامل معاه جدا، شخصيات طاووسيه وشخصيات نرجسيه والكلام اللي احنا قلناه قبل كده. بس المشكله بقى في ايه؟ ان في ناس كتيره بتبقى فاهمه غلط موضوع الحب ده، وبيعملوا فاكرين انه حب على فكره، ويقول لك ده احنا الضحيه في الموضوع، لكن للاسف دي ممارسات خاطئه على فكره الحب.
حب الامتلاك، حب الطاعه، الابتزاز، حب اللخبطه، حب الشروط، حب عارفين انتوا لخبطت الادوار وتاخد دورك وانت تاخد دوري، حب الساديه، حب الحب ذات نفسه، نعيش في الحب ويعيش شعر الحب. حب الامتلاك، انا عاوزك بتاعي لوحدي ملكي، مش من حقك تعمل علاقه بينك وبين اي حد تاني حتى لو علاقه حلال، انت وزمالك ليه؟ اصحابك دول احسن مني، اصحابك دول انت بتحبهم اكتر، اهلك لا لا، وبعدين اخواتك بتحبهم ليه كده قوي؟ مش قادره تفرق هي ما بين ده، وهو نفس الكلام، انت بتاعتي انت ملكي، تي 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 دي 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 موجوده يعني، ده طبعا مش صح. ويبقى فاكر ان ده حب، انا بحبها انت مش بتحبها، انت بتخنقها وهي بتخنقها وانت بتخنقيه. الانواع زي ما فرقنا قبل كده، كل حب، حب الام وحب الاخوات وحب للشغل، كل ده مختلف تماما عن حبه ليه، كل حب له طريقه شكل مختلفه عن التاني. برضو من الحاجات الغلط وببقى فاكره انها حب، الحب الطاعه، بس خليني اشرح في الامر ده. هي الطاعه طاعه ايه؟ طاعه مبصره، طاعه لله والرسول وخلاف كده لا، طاعه العقد الزواج اللي احنا اتفقنا عليه، لمين الكلمه الاخيره؟ زي ما قلت لكم احنا بنقول الراي وهو يقول الراي، ومين له الكلمه الاخيره؟ اللي انا وافقت في عقد الزواج ان انا اكتب واقول ان ده له القوامه، فاختاري العقل اللي تدي له القوامه يا بنتي، قولي اه انا راضيه العقل ده والتفكير ده والقلب ده والمرجعيه لله عز وجل، هو ده اه تمام، خد يا عم شيله، شيله نبكوا ثواب، شيله وخده قرات وتحمله، ما عندناش مشاكل. ماشي، عشان الدعاوي الحديثه بقى والنسوان الحديثه والكلام، تقول لك لا يعني ايه وشاورهن وخالفهن وكلام بقى اللي انتوا عارفينه، لا اول ما اخدش رايي وانا ليا راي، اوكي قولي. ومين اللي يمشي ايجابيات وسلبيات طالما تطابق الشرع، طالما قال الله مش ضد قال الله وقال رسول الله مش ضد كذا، رأي ورأيك، طب إيجابيات وسلبيات، طب لا ما اتفقناش وبرده كده، طب حكمنا، طب شفنا، طب استشرنا، طب استخرنا، إيه اللي كذا هو مسمن، ماشي ده ألف نهار مبروك، اعمل بس اتحمل نتيجة قرار، إلا إذا كان في ضرر متعدي عليا، أذى حقيقة عليا وعلى أولادي، تمام كده. عندي من ضمن برضو انواع الحب الخاطئه حب الابتزاز، يا سلام. خليني اشرح لكم على حب الابتزاز. حب الابتزاز ده كارثه من الكوارث. عارف اللي بيبتز التاني بالمشاعر، انت معقول، معقول انت عشان بتحبيني هتسامحي، انت عشان بتحبيني هتعملي كذا. واحد واخد فلوس مراته 20 سنه وهي شغاله مطحونه اكاديمي، يعني بتقبض من جامعه خارجيه، مش جامعه في مصر، جامعه خارج مصر، وبتبقى واخد وكذا، العربيه اللي هو راكبها من فلوس زوجته اصلا، لا انت استحاله، معقول؟ لا يا بتزهق بايه؟ معقول ده بتحبيني انت بتزهق بحبها ليك؟ يا عم فين العدل؟ واين الله من حكم السواء اللي انت فيه ده؟ لا طبعا. او مثلا يبتزها، لا 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 ما هو انت ام يا جماعه، ماشي ما انا عشان ام انا كذا وكذا وكذا، بالضبط خد ابنك واطلعي بره في مرحله رضاعه مثلا، مشاها بره، طب ما تشارك يعني احنا هنرضعنا، ايوه ايوه بس هي سهرانه، خد شويه غير، تنام لها ساعه مثلا، شايفه نايمه وهي بتعمل، غطيها يا عم غطيها، بيصحوا عندهم تشاؤمات وعايزين البنسينول ومش عارفه ايه علشان اتبهدلوا من الهوا ونامت وهي بترضع طفلها، يعني يبقى فيه تحس حتى نوع من انواع المشاركة. طبعا عشان كده هو يعني موضوع الام مش سهل، يعني موضوع الام بيبقى لها ثواب مضاعف، ادعوا الله سبحانه وتعالى يجزيكم خير على الامر ده. فحب الابتزاز ان انا استغل ان انا بحب حبيبي، فاكرين لما شرحنا قبل كده وقلنا، خلينا اشرح لكم بالكور عشان الكور بتبقى جميله، بحب العب بالكور. بصوا ادي الشخص الاولاني وادي الشخص الثاني. الابتزاز او الابتزاز في المشاعر عاده بيبقى الشخص المضحي هو كده، واللي فوق بيبتزه قاعد عليه هو كده، بصوا زي الشكل اللي انا عامله لكم ده، بصوا اللي فوق ده ضاغط على اللي تحت تمام، والتاني يستحمل ويبتزه وبتاني مضحي 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 لحد فتره ما يجي المضحي ده يعمل ايه، بص بص بيعمل ايه، وقع، انا هوقع كور دلوقتي، وقعه، فلما وقعه ايه اللي حصل؟ خلاص راحت العلاقه، لان انت فضلت تضغط عليه بحب الابتزاز. ده حب غلط، يقول لك لا ده عشان ده لا يمكن، انا لا يمكن كنت افكر انها تطلب الطلاق، طب ما انا عملت اسود من كده صحيح، بس جت بقى هي القشه اللي قسمت ظهر البعير، خلاص انتهينا، الست جابت اخرها خلاص بسبب الابتزاز العاطفي اللي انت بتمارسه عليها. او العكس، او هي كذا، انت عايز تخرب البيت، انت عايز مش عارفه ايه، انت عايز اهلي، ده هيعملوا فيك، ده هيسووا، ده انا مش عارفه ايه، ده حاجات كتير. في كمان حب برضو غلط تماما تماما واحنا فاهمينه غلط، حب التفصيل لنموذج معين في دماغك، عارف انت كده، امي كانت بتعمل كذا، يا ابني هي مش امك الله يصلح حقك، يعني شفت بقى امي كانت بتحط ويخش ويقلب الدنيا، يا عم ما تسيبها يا عم تعمل لك اللي هي عايزاه، اختي بقى جزاها الله خيرا كانت كذا، يا ابني في تفصيل لنموذج معين في دماغك او لزيجة معين أو مشهور ولا مشاهير ولا شكل ولا طريقة تصرف ولا كذا.
طب الشكل ده احنا اتكلمنا عليه في حب الجسد، لكن في طريقه التصرف انت عندك نموذج تفصيلي وعايزها هي كوبي وبيست عليه. مفيش حد كوبي وبيست على حد، على مفيش حاجه تبقى نسخه منسوخه. كل واحد لها نفسها ولها شخصيتها ولها كينونتها. وانت نفسك لازم تكون زي ابويا. مين اللي قال انه لازم يكون زي ابوك؟ ابويا راجل طيب وكان 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 ويا ست، مفيش حد زي حد. لكن ينفع ان احنا على الاقل نتفق على الصح، ارضيه كده. ما ينفعش ان احنا نعيش، لازم ارضيه نقف عليها. ما ينفعش ان احنا يعني نستغني عن بعض الامور اللي هي الاساسيه في الحياه يا جماعه، الاساسيه. تقول لك لا انا عايزاه زي ابويا كان بيعمل كذا، لا مش هيبقى زي ابوكي والله. ولك عايزه زي امي او عايزه زي اختي، لا هي مش هتبقى زي امك وزي اختك ولا الكلام ده. طبعا ما شاء الله الخمار بيقع، واحنا يعني انتم متعودين على كده. ماشي ما علينا. يبقى برضو حب التفصيل النموذج ده مش صح. ويبقى فاكره ان انا عايزها احسن واحده، ده شفتي امي كذا وانا يا سيدي انت مش هتبقى كده، هي مش هتبقى كده. فانت لازم تتعامل معاها بالشكل او بالوضع اللي هي فيه حاليا. طيب عندي بقى حب خلط الادوار، كل واحد ياخد دور التاني، كارثه. كل واحد واخد دور التاني، ده كارثه. انت قايمه بدور الراجل وهو قايم بدور الست، يقول لك دور الست اللوام بقى، قاعد يلوم وينقد ويعمل ومش عارفه ايه، وقاعد كده وما بيعملش حاجه، وهي اللي عم واخده الدور كله. طبعا ده مش صح. خليني اعدل الخمار اللي ما بيتعدلش ده واستحملوني بقى. الكارثه في موضوع اللي هو كل واحد واخد دور التاني، ان الست يا جماعه ما بتعيش الحياه اللي ارجع اقول ايه مثلا انوثتها، ويرجع يقول دي مش ست. طب ما انت اللي عملت فيها كده، طب ما انت اللي طلعتها بره انوثتها بانك اديتها ادوار خلاف وانت قاعد كذا. عشان كده بقول لك ما تلعبيش دور مش دورك، ما تعمليش حاجه براكي، اعملي الحاجه اللي هي بتاعتك. طب ما تعمليش، سيبيها بنتي، تقول لك دمي فاير مش قادر، عايزه اقوم اخلص واعمل. لا 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 سيبيه، لما يلاقي الحاجه ناقصه والحاجه كذا هو ذات نفسه هيعرف ان الامر لا، يعني ان الله حق من ده بتاعه وانا لازم يقوم بدوره. طيب في كمان من انواع الحب الغلط، هو فاكر ان ده حب الساديه. احنا اتكلمنا عليه قبل كده، مفيش داعي ان احنا نعمله تاني، ارجعوا للحلقه بتاعه التوصيه والنرجسيه والكلام المازوخيه والكلام اللي احنا قلناه ده. في بقى حب الجنحه، عارفين حب الجنحه الطايره دي والعصافير اللي طايره والدنيا كده، انا حب اعيش حاله الحب. لكن ما ترتب من عليها لا، يعني انا عايز دايما اعيش في حب، ويقول لي بحبك ويكلمني ويبعت لي على الواتس ومش عارفه ويقول لي ايه، ويمسك ايدي ويبص في عينيا و كل الكلام ده. طيب طب ما هو هيترتب على ده حياه، في حياه ومسؤوليات، في اولاد، في غسيل لازم تقومي تعمليه هاني منتي، وفي امور لازم تعمليها، وفي انت لازم تراعي ان هي في فتره ضعف، لازم تتكيفوا مع بعض في فتره اللي هي لسه والده فيها والكلام ده. في ضغط شغل هو عنده مثلا، في اهله محتاجينه او رايح مش عارفه عشان ايه، او يكشف على ابوه او يراعي مثلا امه في امره معين. لا لا انا عايزه اعيش حاله الحب كده، مش هينفع. ما هي عشان كده احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انها حاله. قلنا ان الحب حاله مش مشاعر، مش شعور دائم، مش حاجه انا لا 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 هي حاله. علشان كده من فضلكم لو سمحتوا نفهم صح، انا الحلقه دي معموله للاثنين، للبنات اللي لسه مقبلات ولسه في مرحله خطوبه او كده، او لسه او في علاقات، استغفر الله، نسال الله العفو والعافيه وان ربنا يتوب عليهم. او النقطه الثانيه الجزء